وران إذا ما أراد الحفاظ على أمل البقاء ضمن النخبة. سوى 6 دقائق ليهز الشباك إثر هذه المخالفة المنفذة من قبل بن سالم زعلا يردها ويطف في المكان المناسب يسكنها شباك الحارس نتاش. رد أشبال المدرب الجديد للحمرة وفؤاد بوعلي جاء بكرة ثابتة ومنفذة بنجاح من قبل المدافع بن يحيى محمد موقعا هدف التعديل. حدث ذلك في الدقيقة 24. دقيقة بعد ذلك كان بإمكان المولودية أخذ الأسبقية لو استغل جيدا موسي كرة عثماني لتنتهي المرحلة الأولى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة. مع بداية المرحلة الثانية دخل الضيوف بعزيمة أكبر من أجل فرض سيطرتهم وتجسد ذلك بعد 3 دقائق فقط حين تمكن موسي من هز شباك الحارس مرزوقي بعد تبادل كروي رائع بينه وبين القائد براجة صديق. رد فعل الأمل كان واضحا بعد ذلك فصنعوا فرصا عديدة لكنها كانت تنقصها الدقة واللمسة الأخيرة. وانتظر الجميع حتى ظهر الإيفواري جيسلان الذي استغل جيدا تمريرة بو يوسفي ويمضي هدف التعديل مسعدا بذلك الفايكينغ وزملائه. حدث هذا بعد مرور 60 دقيقة من أطوار هذا اللقاء. بعد ذلك الحمراوي يستلمون زمام الأمور ويضاعفون من مجهوداتهم بغية العودة بالزاد كاملا. فكان لهم ذلك بفضل المدافع المهاجم في هذه المباراة بن يحيى محمد الموقع على الهدف الثالث للمولودية الوهرانية والثاني له في المباراة. هدف أخلط أوراق الأمل الذي انهار وكان من الممكن أن تتلقى شباك الحارس مرزوقي أهدافا أخرى بفضل مخالفات العربي كمال أو عن طريق صديق براجة الذي فوت على نفسه تدوين اسمه ضمن هدافي المباراة. وفقنا ربي اليوم وربحنا الماتش هذا. كان الماتش شويه صعيب وخدمنا في لو تيران سي بور سا اون غاني سو ماتش غراس لو طرافاي كيما يقول لك رانا قاعدين نخدموا دير سي بور سا رانا في وفقنا.